بليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه مع اني عارفه انك طريق اخره سراب لا انا قادره من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب أنا مدمنة ولا قد أعراض الانسحاب خايف أطلع بخيل الفلوس ما اعتقدش لكن خايفه تطلع بخيل في مشاعرك يا عزيز انا وقفت لاهلي وقلت لهم انه انا متمسك بيكي يا اهلا يا اهلا يا اهلا ده احنا النهارده زرنا النبي انت ما حدش علمك تخبطي قبل ما تدخلي حبيت اكتب لك انت اول حاجه بالقلم ده عشان انت اول حد حرك فيا احساس انا كنت مستنيه من زمان ومن كتر ما استنيته ما جاش كنت فاكر ان انا اللي خلقته في خيالي شكرا انك عرفتيني ان احساسي كان صادق كان حقيقي ده الدكتور فريد اللي هيساعدني ألاقي العنوان في فرنسا ده علي أخويا أخويا؟ إزاي؟ أنت قلتي لي ما مالكيش حد ولا حتى قرايب أنا أسفة والله أنا أسفة أنا كنت لسه جاية البلد
وهربانه زي ما قلت لكم، ومعرفش حد كفايه امنه على الحقيقه. استناني على القهوه يا علي. مش هسيبك لوحدك، رجلي على رجلك. عشان خاطري 10 دقايق بس، والا الجيران هياخدوا بالهم. يلا يا علي 10 دقايق بس. انا لو في الاول كنت خايفه احكي لك علشان ما اعرفكش ومش مامنه، فدلوقتي انا خايفه احكي لك عشان ما اخسركش. اتاكدي انك هتخسريني لو ما فهمتنيش ايه الحكايه بالظبط. انا كنت متجوزه وعندي بنت اكبر من ناديه بشويه، ليلى. علي اخويا كان في ما بيننا مشاكل من يوم ما اتجوزت، وكنا متقاطعين، عشان كده قلت لكم ان انا ماليش حد. ما لجأتلوش علشان ما كنتش عارفه هيقبلني ولا لا، وعشان كنت خايفه ان انا اسبب له مشاكل من تحت راسي، لان جوزي مات قبل ما اجي هنا على طول. انا صحيح كايه هربانه، بس مش من جوز امي، من اهل جوزي اللي كانوا معارضين الجوازه من الاول، وكانوا شايفين ان انا طمعانه فيه من يوم ما مات، وقالوا لي ان انا ماليش حاجه عندهم، وانا ما كنتش عايزه حاجه لنفسي. انا كل اللي كان هامني كان بنتي، وان حقها ما يروحش منها. خدوها مني وسافروا بيها على فرنسا عند ناس قرايبهم، وانا كنت متاكده ان هم مدبرين لي حاجه، فهربت. هربت عشان ابعد عن شرهم، وعشان اعرف ادور على بنتي وارجعها ونبعد عنهم. ما كانش ينفع احكي عشان عيلتهم كبيره وايديهم طايله، وكانوا ممكن يعملوا اي حاجه، ممكن يلاقوني ويأذوني ويأذوها. يساعدك ازاي بس؟ قولي يا رب ما يدور على الحكايه اللي انت حكيتيها له. انت مش لازم تنزلي عندي في مصر. احنا لازم نشوف لك مكان تاني تقعدي فيه لحد وقت السفر. بورسعيد كده ما بقتش امان. لا يا علي، لازمتها ايه الشحططه دي؟ فريد عمره ما هيأذيني، ما تخافش. زي ما قلت على ابوكي زمان، عمره ما هيأذيكي. سافري يا علي وسيبني، انا مش حامل الشحططه. ويا عالم بكره شايل لك ايه؟ وفضلتي معاه وانت عارفه انه مضيع فلوسه وفلوسنا على القمار، وقارب البيت برتيتا. فضلتي معاه وانت عارفه ان امك ماتت من حسرتها بسبب اللي عمله. ودفعت الثمن ولسه بدفعه. بس فريد مش زي ابوك يا علي، ولا زي اسماعيل. انت لو فاكر ان انا خايفه منه من بعد اللي هو عرفه عني، تبقى غلطان. انا خايفه عليه. انا مش حمل اني ورطه في مصيبتي دي، مش كفايه ان انا مورطاك انت؟ يلا يا علي، روح. روح عشان تلحق. يلا. طمنيني عليك يا يوماتي، ولو احتجت اي حاجه وما عرفتيش توصلي لي وانا في الشغل، ارجعي كلميني بالليل. يلا خدي بالك من نفسك. عزيز عزيز، فيه انت اللي قوم وفهمني في ايه. حصل ايه بس يا ماما؟ ايه دي؟ نظيره طبت عليا من صباحيه ربنا ولسه ماشيه من عندي حالا، وسابت لي دي، وبتقول لي انا مكسوفه ووشي منك في الارض. بس ساره مصممه بقالها كام يوم انها تفسخ الخطوبه، ومش بتقول الاسباب، وانها ما رجتش تبعت لي اخوها عشان يخلص معاك الموضوع. قال ايه؟ عشان ما تخسرنيش. طيب كتر خيرها. خير ايه يا ابو خير؟ ما تتعدل كده وتفهمني مظبوط اللي حصل. البت كانت عامله خدها مداس ليك، ايه اللي شقلب حالها بين يوم وليله؟ معرفش. ممكن اروح الحمام؟ ما انت قلتي بنفسك مامتها ما تعرفش اسباب، هعرف انا ازاي؟
شايف في حياتك يا جليل؟ حياتك الباب. صح اعرف خبر زي ده من حد غريب؟ انت بتعزيني ولا بتقطمني يا امين؟ بلومك وبلوم نفسي. كان لازم ابقى جنبك في موقف زي ده. لو مش علشان اللي كان ما بيننا فعشان العيش والملح. وعشان انا اكتر حد عارف بعدك عنه كان عامل فيك ايه. ربنا وحده اللي عارف انا كنت حاسه بايه وهو بعيد عني كل ده. وربنا برضه اللي عارف بعده عني عامل فيا ايه دلوقتي. شفتي؟ اتكلمته؟ وسامحني. قال لي انه مسامحني يا امين. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي مصبراني على النار اللي جوايا. الباقي في حياتك يا جليل. حياتك الباقيه متشكره. اتفضلي. اهلك كويسين؟ مش ناقصك حاجة؟ كتر خيرك. أنا جاي أعتذر لحضرتك بنفسي علشان اليوم اللي أنا مشيت فيه. تعتذري عن إيه بس؟ ده حتى صدقي بيه كان زعلان خالص لأنك ما سبتلناش عنوان المستشفى وكمان ما قلتلناش على ميعاد العزاء. يعني كان لازم نقوم بالواجب إن شاء الله حتى نبعت تلغراف. ملوش لزوم. ما نجيلكوش في حاجة وحشة. ربنا هيجعلها آخر الأحزان. الباقية في حياتك. صدقي بيه أمر بانك تاخدي اجازه لحد ما تقدري ترجعي للشغل. ده انا كنت جايه وحاطه ايدي على قلبي لا تكونوا رفدتوني. ليه بس كده يا بنتي؟ صحيح انا بدقق على المواعيد والالتزام بس برضه انا بفهم في الاصول وبقدر الظروف كويس قوي. زي ما قلت لك انت في اجازه لحد ما تقدري تقفي على رجليكي. وانا شايف ان في رايي يعني مفيش حاجة هتوقفك على رجليكي غير انك ترجعي المسرح ده وتغني. دي أفضل طريقة ان انت تنهي بيها حالة الزعل دي. أنا برضو شايفة كده. طبعاً الظرف مش مناسب دلوقتي اني أحكي لك. بس اللي حصل ليلة راس السنة خلانا نغير شوية في البروجرام. اليوم اللي انت مشيتي فيه واتلغت نمرتك الناس بقت بتسأل عليكي كأنهم جايين لك انت مخصوص. عشان كده لما تجهزي وتقدري ترجعي تاني هترجعي على مكانك الجديد. آخر نمرة في ختام البروجرام. حضرتك تقصد النمرة اللي قبل الأولى؟ لا يا جليل أنا قصدي اللي أنا قلته. آخر نمرة ختام البروجرام. طب والأولى؟ قصدي يعني هي سافر التاني؟ لا حصل مشكلة ليلة راس السنة ومشيت من التياترو لأنها طلعت المسرح سكرانة ونمرتها وقفت بعد أقل من دقيقة. يعني لما تجهزي وترجعي هتبقي أنت نجمة التياترو. وما فهمتيش منه إيه اللي حصل؟ يا حبتيني ما كانش قادر يتكلم. لا هو ولا امها عارفين ايه اللي شقلب حالها. كسرت له قلبه منها لله. لكن مش معقول يكون مش عارف. ما لمحتلوش حتى. هي بقالها مده فارده قلوعها وانا كنت ساكته ومصهينه عشان عايزه افرح بيه. معقول يا طنط؟ بس شكلها كانت متعلقه بيه خالص. ولا ايه يا عايده؟ ان شاء الله بتنحل بياناتهم قريبا. لا الامور ما تتحلش إلا إذا حست بغلطها وجت ركعة وتعتذر وساعتها نبقى نشوف هنقبل نرجع ولا لأ. اوعي تكوني عزمتيها على الخطوبة. لا يا طنط أنا عاملة حسابي إنها جاية معاكم لكن ما عزمتهاش مخصوص. منورنا. نورك يا طنط. طب نبيلة وقاعدة لحد متأخر هربانة من قعدتها في البيت مع مرات أبوها. إنما أنت يا عايدة مش بعادة يعني إنك ما تستنيش الدكتور في البيت وهو راجع من الشغل. وشكلك مش معانا خالص. حكايتك إيه؟ قوليلي. لا أبداً ما في شي طنط. بس اشتقت لأهلي شوية. ليه ربنا يجمع شملكم عن قريب. تبقي تاخدي الدكتور وتروحي تزوريهم. وهو تعتبره شهر عسل متأخر.
اولا سامحيني اني ما كتبتلكيش امبارح. الدنيا اصلها متلخبطه قوي وانا كمان متلخبطه يا ليلى، مش لاقي حد اشكيله ولا اتكلم معاه. حتى الشخص الوحيد اللي كنت بلاقي راحتي وانا جنبه بعد. لا عارفه لومه ولا قادره اتعود على بعده. لما بفكر بالعقل بقول لنفسي انه كده احسن ليا وليه، لاننا كل ما بنقرب والاقي نفسي مرتاحه له اكتر بضطر اكذب عليه اكتر. يمكن البعد اسلم لينا احنا الاثنين، بس ما اخبيش عليكي قلبي وجعني، وانا اللي كنت فاكره ان قلبي مش هيتوجع غير ليكي وعليكي. وثانيا عايزه اطمنك يا نور عيني ان الورق خلاص بقى معايا، فاضل بس اتحصل على تمن التذكره واجيلك في اقرب فرصه. عارفه انه عدى وقت كتير بس هانت يا ليلى كلها. ايه ده انتي صحيتي؟ هشوف مين قلبي. خليكي انا هفتح. ازيك يا كريم؟ ازيك يا ابلة؟ ازيك يا حبيبتي؟ قلبي عندك يا اختي. قلبي عندك. قلبي كان متوغوش عليكي طول ما انتي مسافره، والبت الناقصه دي ما قالتليش انك رجعتي. انا عرفت من سي صدقي بالصدفه، جيت لك جري. ما انا شفتكم وانتم ملخومين في التوضيبات الخطوبه، ما كنتش عايزه اتقل عليكي بس. وانا عندي اغلى منكم عشان اقلق عليهم. تعالي يا حبيبتي. ودان دي كويسه. نادي اتعودت عليها بصراحة. المهم بس تعمر ما تعمل مثل اللي سبقوها. بعرف انك مشغول بهاليومين، بس إذا عرفت تفضي حالك شي نهار لنعزم حسن ونبيلة على البيت أو برا، لأنه وعدت نعزمهم بعد الخطوبة وصار معندها يومين. أكيد. اختاري اليوم اللي تحبيه. لا أنا أي يوم بيناسبني. أنت اللي وراك شغل وبيطلع لك مواعيد مش عامل حسابها أوقات. بتعرف فينا نعملها يوم اجازتك، هيك بنضمن انه ما فيك تتهرب منه. مش رح تكمل اكل؟ يا دوب بلحق المستشفى. عايز حاجه من برا؟ اذا عديت على صوفيا فيك تعزمها هي كمان؟ انا متاخر مش عارف اعدي عليها. اعزميها لو تحبي. يا جماعة مش زعلانين تعالوا. جماعة مين؟ بيت صدقي بيه وبيت الدكتور فريد. تلاقيهم مشغولين يومين دول. بكرة يرجعوا. النهاردة مش زحمة. وأنت شكلك مش ولا برج. تحبي تاخدي أجازة؟ لا خالص. بالعكس. يسعد صباحكم. لسه جايبين في سيرتك بالخير ولا؟ طبعا بالخير يا ابو، واحنا ينفع نجيب في سيرتك الا بالخير؟
انتم مضمونين، لكن العروسه اللي عندي في البيت هي دي اللي مش مضمونه. كل ما اعدي من قدامها الاقيها بتتودود عليا هي وصاحبتها ام لسان معوج، اعمل نفسي مش واخده بالي. هفارم عليكي، اقصري الشر معاها احسن. الكام يوم اللي فاتوا كانت مشغوله عني بالخطوبه والعزومات والمباركات، اقول يا رب دمها نعمه يا رب. ما اقولكيش سي صدقي عمل لها حته ليله ولا ليله البرنسيسات، عقبال ليلتك يا حبيبتي. كريمه ادخلي شقري على الفرن. وانتي تعالي معايا اقعدي، عايزه ادوقك حاجه جديده عاملاها. كان يعلم منذ ان راها لاول مره انها تحمل بداخلها الما اكبر من احتمالها، سرا قد يفوق توقعاته. فلما كانت صدمته اذا حين عرف ما تخفيه؟ هل كان شكه بأن حبه لها لم يكن سوى قشة تعلقت بها وسط أمواج حزنها المتلاطمة؟ أم هو شعوره بالخيانة لما أخفته عنه حين أفصح لها عن كل ما في قلبه؟ أم كان قلقه من أن تتركه وهو الذي انتظرها لأعوام، خاصة بعد تأكد أنها تسعى لما هو أهم عندها منه؟ تتنازع داخله مشاعر متباينة ما بين انجذابه لها كفراشة تقترب من النار وهي تعلم أن أجنحتها ستحترق لا محالة، وبين بركان الغضب بداخله تجاهها والذي لم يستطع إخماده. انت كويس؟ انت كويس؟ مش كنا رحنا المكان بتاعنا عشان بس محدش يشوفنا؟ حتى من ناحيتي ولا من ناحيتك؟ انا اسفه اني جيت لك على المستشفى، انا مش عارفه انا عملت كده ازاي، لقيت فجاه رجليا واخداني على هناك وكان في حاجه اقوى مني بتشدني ومش عارفه اقول لها لا، ولو ان انا كنت خايفه انك ما تشوفني ممكن تحرجني، بس اصلي خفت اللي تكونوا سافرتوا على مصر، ولولا ان انا عديت من قدام البيت وشفت النور قايد فعرفت ان انتوا لسه هنا. انت متخيله ان انا هغير رايي واقرر واسافر بس في كام يوم؟ لاني كان نفسي اصدق اني ما هنتش عليك انك تسيبني الكام يوم اللي فاتوا دول من غير ما تطمني عليك. كان هين عليا تطلع سافرت أو إنك تيجي تتخانق معايا، ولا إنك تحسسني إني إيه؟ كأني مش موجودة. مشكلة إنك موجودة، بس أنا مبقتش قادرة أميز إنتي مين فيهم، كريمة اللي أنا كنت فاكر إن أنا عارفها، ولا اللي إنتي اضطريتي تتعرفيني عليها يوميها. ما أنا عشان كده كنت عايزة أجي أعتذر لك. على إيه؟ على إني خبيت عليك موضوع بنتي وأخويا وجوازي واللي أنا هربانة منه. طلعت مخبية كل حاجة تقريبا. ما كانش سهل عليا إني أحكي. كنت فاكر إنك واثقة فيا، وقلت لك أكتر من مرة أحكي لي كل اللي أنت خايفة منه، وأنا هقف جنبك وأساعدك. كنت خايفة. خايفة إني لو حكيت والموضوع اتعرف يقدروا يوصلوا لي. وإنك لو عرفت اللي ورايا صورتي في عينك تتغير. في اللحظة دي حسيت إني معرفكيش. اللي بتحكيه كأنك بتتكلمي على واحدة غيرك، غير اللي عرفتها أيام وشهور. لكن المشكلة لقيت روحي بعد كل اللي عرفته عنك، بعد كل الحكايات الجديدة والمختلفة، مش
شعوري ناحيتك مش بيختلف ولا بيتغير. عايدة ما كانتش حتى سمعت التليفون عدل. اقطع دراعي ما كان صاحبك عامل عاملة. حرام عليك يا ماما. فريد طيب وغلبان. ما فيش غلبان غيرك. دي عايدة وانا بقول لها ان فريد هيتأخر لو كنت شفت وشها تقول انها هتعيط. ده ان ما كانتش قطعت روحها من العياط قبل ما اروح لها. أنا كنت بقول أول ما اتجوزوا إن هي اللي بتنكد عليه، بس اللي أنا شايفاه دلوقتي إن هي عيني بتدبل وهو يا أخويا تقولش عريس جديد. أنت متاكلش ليه؟ باكل يا ماما باكل. أوعى تكون نفسك مسدودة أو شايل في قلبك حاجة بسبب موضوع اللي اسمها سارة دي، ولعلمك دول كانوا داخلين على طمع. لولاكش بس أنا كنت حساك يعني إن في قبول جواك من ناحيتها، أنا ما كنتش وافقت على الجوازة دي أبدا. دي أصلها بارد ثم صدقت تلاقي عريس طول بعرض ومن عيلة، هي كانت هتلاقي زيك فين؟ معلش يا ماما، كل شيء اسمه نصيب، وانت نصيبك هيبقى زي الفل. حكم انت عارف الحاجات دي لما بتتأخر بيبقى عشان حاجة حلوة هتحصل في الآخر. انت مش ناوي توضى بالعيادة بتاعتك؟ والله يا عمي مش عارف، انا صحيح درست الطب لكن عمره ما استهواني، كان تحقيق لرغبة والدتي. حسن بيقول انه مهتم اكتر بالتجارة والبورصة. لوترية يعني؟ مضاربة واوراق مالية قريبة من اللوترية شوية. لو تشوف ورق اليانصيب اللي عندي أعمل منه جبل وقف عليه وأشوف اللوكاندا من البيت. وحضرتك يا عمي ما فكرتش تشتري أسهم في البورصة؟ أنا ما أحبش أحط فلوسي في اللي ما فهمش فيه. حسن كان بيحكي لي عن الأوتيلات والكازينوهات اللي شافها وهو مسافر بره يا بابا، وعنده أفكار حلوة قوي تقدروا تنفذوها في التياترو. صحيح يا حسن، يعني لما وقت حضرتك يسمح نبقى نقعد نتكلم في الأمور دي، هي مجرد اقتراحات مش أكتر. اصل موضوع التياترو ده مسيو رمسيس هو اللي متوليه، انا بشرف بس من بعيد، تركيزي كله على الاوتيل وده واخد كل وقتي. طب ايه رايك يا بابا لو حسن يساعدك في الشغل؟ نبيله انا كان قصدي ان اطرح على العم الافكار مش اكتر من كده. بيجرى ايه لو تساعده في الشغل وتشيل معاه الحمل شويه؟ انا متلخبطه بس اعذرني. انت بتشتغل ايه يا دكتور؟ أنا قصدي يعني إنك مالكش في شغل اللوكاندا والحجوزات والحسابات، ده هم ما يتلم. إلا يعني هتكون ضيعت عمرك وفلوسك ليه في دراسة الطب؟ أنا آسف على التأخير. أنا خفت لما تجيش. قلت لك حاجه، صحيح بس خفت اللي تبقى قعدت مع روحك ورجعت في كلامك. اذا كان انا لما بقعد مع نفسي وافكر فيها بحس ان كل حاجه بتقول المفروض ان احنا نبعد عن بعض. وايه اللي بيحصل بعد كده؟ توحشني، بيوحشني ان الاقيك جنبي، ان اطمن لما الاقيك بتبصي زي ما انت بتبصلي دلوقتي. فبحس ان حتى لو حياتي كلها متلخبطه هتبعدي. لو انت فاكره اني بعدت اليومين اللي فاتوا بس زعل منك، فالحقيقه انا كنت عايز انك تتاكدي من احساسك، لان
كده قلت لنفسي يمكن بسبب الظروف اللي مريتي بيها ما تكونيش متأكدة من مشاعرك. جايز إحساسك تجاهي يكون مجرد امتنان. امتنان لوقوفي جنبك. أو اهتمامي بيكي. أو لمشاعري تجاهك. بعد كل اللي حكيتيه لي كنت عايز أتأكد إنك حاجتين أنا متأكدة منهم في حياتي، إن أنا عايزة أرجع بنتي في حضني النهاردة قبل بكرة، والحاجة التانية إن مشاعري تجاهك صادقة وحقيقية. أنا بحبك. إزيك يا نبيه؟ قولي لعبده يأجل ميعاد الغدا عشان صدي يوصلنا وطلع على اللوكاندا ومش هيجي في ميعاده. حاضر. اديتي اوامرك للشغالين خلاص وقلت لهم يعملوا ايه ويعملوا امتى؟ يقطعني، وانت عايز تغدي في ميعادك؟ مش هتستني باباكي؟ اللي بيني وبين بابا ما يخصكيش، ولو سمحتي ما تتدخليش في خصوصياتنا. خصوصيات ايه يا اختي؟ ده ميعاد غدا، هو اجتماع في السرايا. اي حاجه تخصني من اول هاكل امتى وهاكل ايه لحد خطيبي بيفكر يشتغل ايه وبيقول لبابا ايه ما تخصكيش. انا يا اختي سالت والسؤال حرم؟ وبعدين دي لوكاندا كبيره عايزه حد فاهم في اصول الشغلانه دي. ده مش هيعرف يمشي الشغل مع باباكي. أنا خايفة عليه يلاقي نفسه بحاجة ما بيفهمش فيها، يحتاس فيتكسف قدام صدقي. والله مش هيبقى الوحيد اللي محطوط في مكان مش مكان ولا لايق عليه. تفتكري الفازة دي تمنها كام؟ معرفش، بس مؤكد غالية. أوي. بابا كان جابها من مزاد من حوالي 8 شهور. خايفة أقول لك دفع فيها كام لحسن تقعي من طولك. يتهنى بيها يا رب. شوية وهيروح مزاد تاني. ويلاقي واحدة غيرها أقيم وأفخم، ساعتها هيشيلها من مكانها ويبدلها بالجديدة. من حكم في ماله ما ظلم. أهو أنت بالنسبة له في البيت ده زيك زي الفازة دي، تحفة عجبته، دفع فيها فلوس، وشوية وهيزهق منها ويشيلها من المكان اللي حطها فيه ويرميها في أقرب خرابة. أديكي قلتي عجبته واختارني من وسط 100 ست، دفع مهري وشبكتي واكتر كمان من اللي طلب منه، واللي يتعب التعب ده كله علشان واحده ما يفرطش فيها بالسهل ابدا ولا يشوف غيرها ولو بعد 100 سنه. انما انت لو عندك امل ان هو يغير رايه خليكي قاعده جنب الحيط، يمكن تسمعي الزيت. بس على الله الحيطه دي بقى ما تتهدش يا حبيبتي على نفوخك. نبيها. ايوه يا ستي. انا طالعه اريح في اوضتي، لو صدقي اتصل بيا بيطلعي لي التليفون. يا ريت جيت من شويه، كانت لحقت تحكي مع الماما. خساره، ممكن نكلمهم اخر الاسبوع. هم عاملين ايه؟ كتير منيح، بدون مينا نروح لعندهم. فينا نعمل هيك فريد، تاخد اجازه ومنروح كم يوم على بيروت ونغير جو، واكيد نانتي رح تنبسط كثير. وانا وياك ولا مره سافرنا مع بعض. صعب لمين دول؟ طب ممكن الشهر الجاي نفكر في الموضوع ده سوا؟ بس أنا اشتقت كتير لأهلي فريد. بعرف إنه أنت ما فيك تاخد إجازة بأي يوم بسبب شغلك، بس أنا كمان ما في أحرم أمي من إنه تشوف نادة. هي كمان ستة وبتتمنى تشوفها أكتر وتقضي وقت معها أكتر. عارف يا عايدة، والله عارف. طب منسافر أنا ونادة، وبعدين أنت بتلحقنا منقضي كم يوم سوا ومنرجع سوا.
طب انت اصلا هتقدري تسافري بلادي لوحدك؟ اصلا الورق بده وقت، ما بيخلص بين ليله والتانيه. يمكن لبين ما كان خلص بتكون عرفت تاخد اجازه. خلاص زي ما تشوفي. بنخلص ورق انا وننتا وبحكي امي اول ما نحدد موعد السفر. شكلها نانزا سمعت بالخبرية ورح تبلش تزن من هلا لنسافر. ايه مش تخبط؟ معلش ما تعودتش اخبط وانا داخلة اوضتي. ازيك يا ست لولا؟ نورتي المكان. مكانك طبعا. لا ما بقاش مكاني خلاص. مبروك عليكي الاوضة. والنمرة الجديدة. بس يا رب تكوني قد المكان اللي اتحطيتي فيه. محدش يعرف يملى مكانك. خليهم يجربوا. وانتي كمان تجربي. وهي فرصة. تعيشي لك كام يوم نجمة التياترو. قبل ما يضلم ويقفل. ولا تكوني مصدقة زيهم ان المكان ده ممكن يكمل ولولا مش فيه. سيبك انتي. أنا كنت قاعدة في الصالة مع ناس معارفي، وأول ما عرفت إنك موجودة قلت لازم أجيلك. بس بصراحة بقى مش عارف أبارك لك ولا أعزيكي. يخصى عليا الروج بتاعي علم على وشك. بس ما تقلقيش، دي علامة هتتنسى. زمانهم بيدوروا عليا. هستنى اتفرج عليكي. من يوم ما مشيت وهي بتيجي الصلاة يوم أو يوم لأ مع ناس من الكبارات والأعيان، كأنها قصدت تكدهم وتقول لهم مش هتقدروا تقطعوا رجلي عن المكان، وبيقولوا هتسافر مصر تشتغل عند مبرها على وش كمار. شبهك خالص. ليها كبرت عن كده شوية. أكيد ابتدت تتكلم كمان. أنا بعت لصديق ليا في باريس اسم الست اللي قلت لي عليها. وطلبت منه يدور على عنواني. بس من غير ما أعرف أي حد مين بيسأل عليها في مصر. وأول ما يجينا العنوان هنسافر على طول. نسافر؟ أكيد مش هسيبك تسافر لوحدك. مش هنرجع غير وليلة في حضنك. يا رب يا فريد. بتعملي ايه؟ لازم ارجع لصوفيا. مش هينفع اتأخر عشان انا هستأذن بدري النهارده عشان عندي مشوار مجاني. انا كمان هرجع المستشفى. بس قبل ما تمشي خليتهم يحفروا اسامينا جوه بس من غير ما احدد التاريخ لحد ما ليلى ترجع بالسلامه ان شاء الله، لحد ما عدتك تخلص. ايوه يا فريد، بس ظروفي وظروفك وعايده وناديه. انا ما بفكرش غير بظروفي، عشان كده كنت عايز اطلب منك ان موضوع جوازنا في الفتره الاولانيه يبقى لنا لحد ما الاقي طريقه فاتح بيها عادي. انا مش عايز اذيها ولا اجرحها، عايز اديها فرصه تفكر بحد.
سعيدة يا ماما. أما جايب لك شوية كابور يا ريتي يستاهلوا بقك. يوم على نوم العصار يا ماما. 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 أعمل إيه؟ مساء الخير. مساء النور. حضرتك هتعملي مكالمة؟ لا، أنا محتاجة أقابل صديق بيه. كنت عايزة في حاجة ضروري وهم بعتني من عنده في البيت. قول له كريمة من طرف مدام نعمت. طيب، عن إذنك ثانية واحدة. عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده. انت الوجع اللي انا مستحليه. انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك. مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب. لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراب الانسحاب. مع اني عارفة
أنا مدمنة. ولا أد أعراض للانسحاب.